السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة أسرع الوصفات. وصفة اليوم من أسهل وأبسط الوصفات لتنقية البشرة وتنظيفها وتنعيمها والتخلص من الجلد الميت على البشرة. أيضا مع الاستعمال المتكرر لهذا المقشر سوف نحصل على بشرة بيضاء، يعني صافية خالية من أي عيوب. مكونات هذه الوصفة بسيطة جدا ومتوفرة في كل بيت. بالنسبة لهذه الوصفة فيها مرحلتين، مرحلة تقشير ومرحلة الترطيب، المرحلتين مهمتين جدا في هذه الوصفة. بالنسبة لمرحلة التقشير ستكون يعني هذه الوصفة صالحة لجميع أنواع البشرة. أما مرحلة الترطيب فهناك نوعين من الترطيب، هذا الترطيب يتماشى مع هذا المقشر، يعني ضروري نعمل ترطيب بعد عمل هذا المقشر. قلت الترطيب يختلف بالنسبة للبشرة الدهنية وبالنسبة للبشرة الجافة. قبل ما أبدأ في طريقة عمل هذه الوصفة البسيطة والسهلة جدا، أتمنى منكم أحبائي لايك وشير للفيديو لكي يستفيد أكبر عدد من الناس. أيضا أتمنى من الناس الذين أول مرة يشرفوني في قناتي يشتركوا فيها ويفعلوا الجرس، وسأحاول دائما إفادتكم بأنجح وأسهل الوصفات. بالنسبة لمكونات الوصفة سنحتاج إلى الأرز. أعتقد أن الأرز متوفر في جميع البيوت ولكن سنحتاجه هذه المرة مطحون. أما طريقة الطحن يعني مطحون غير ناعم جدا، يعني يكون بهذا الشكل، يعني ليس ناعما تماما هذا الشكل، حتى يساعدنا في تقشير الوجه أو تقشير أي منطقة أريد تقشيرها. يعني هذه الوصفة تصلح لأي منطقة كانت في الجسم. نحتاج إلى مقدار ملعقتين صغيرتين من مسحوق الأرز. قلت يكون شكله بهذا الشكل تقريبا مثل السكر، يعني لا يكون ناعم تماما. ونحتاج إلى مكون ثاني وهو الحليب السائل، سأضيف دار ملعقتين أو 3 ملاعق وأخلط وألاحظ إذا كان خليط يحتاج أضيف كمية أخرى. أعتقد أن هذه الكمية كافية. الحليب يكون بارد، يجب أن يكون قوام الخليط بهذا الشكل. نترك هذه الخلطة ترتاح لمدة 5 دقائق ونحاول خلطها ودمجها جيدا بهذا الشكل. بعد مرور 5 دقائق على بشرة نظيفة تماما أوزع هذا الخليط على أو هذا الماسك على الوجه وأتركه حتى يجف، ليس تماما يعني لا أتركه يجف تماما، ثم أقوم بعمل حركات أو مساج خفيف، حركات دائرية خفيفة باليد حتى أتخلص من جميع بقايا الجلد الميت على الوجه، وأترك الخلطة مدة ثم أتركها أيضا مدة 10 دقائق أخرى، وأقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ ثم بالماء البارد. هذا هو المقشر. قلت بالنسبة للترطيب عندنا نوعين من البشرة، البشرة الدهنية والبشرة الجافة. بالنسبة للبشرة الدهنية أولا، بالنسبة للمقشر ممكن أستعمله مرة إلى مرتين في الأسبوع، على أقصى تقدير يعني مرتين في الأسبوع، يعني أنا أنصح باستعماله مرة واحدة تكفي في الأسبوع. أما الترطيب فأقوم به يوميا في الليل، من الأحسن أني أستعمل مرطب في الليل حتى أتفادى أشعة الشمس وتفاعل أشعة الشمس مع المكونات التي أستعملها. قلت بالنسبة للبشرة الدهنية أرطب الوجه بزيت جونسون، رائع جدا لترطيب البشرة الدهنية حتى أنه يخفف من الحبوب الرقيقة والحمراء على الوجه، يعني مفيد جدا. أما بالنسبة للبشرة الجافة فنستعمل مرطب يومي وهو الفازلين الطبي، أيضا رائع جدا للبشرة
جافة استعمله يوميا، وضروري أنه استعمله في الليل، يعني لا استعمله في النهار. هذه هي الوصفة لليوم، أتمنى أني أكون قد أفدتكم ولو بقليل. أنتظر آراءكم وتعليقاتكم. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.